الله يدعو إليه من يشاء سبحانه وتعالى، فهو بيت الله عز وجل وهو الذي يدعو زائره إليه. فمن يحج بيت الله باختيار من الله عز وجل، ونسأل كل الحجيج أن يحمد الله عز وجل على أن أعطاهم هذه النعمة المباركة ويحج بيت الله الحرام وتكملة أركان الدين الإسلامي. الله أكبر، اللهم بارك. سلام عليكم، أنا صورت معك يا حاجة. أيوة سلام عليكم. تحيا مصر حبيبتي. مبروك، ألف مبروك يا حبيبتي. مصدقه انك وصلتي جده بالسلامه وطالعه الحج؟ ما كنتش مصدقه. اتعرف عليك يا حاجه كريمه عبد الوهاب. الحاجه كريمه دي اول حجه. اول حجه، ربنا طبع بنات وابوك وسابوا بدري والحمد لله يا حبيبتي. وعشان كده ربنا كرمك بزياره بيته. فرحانين، احنا فرحانين قوي 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 ان ربنا كرمنا بالحجه وجينا السعوديه وشفنا اهل السعوديه الطيبين، وربنا يبارك فيكم يا رب. اللهم امين. الف مبروك.